يلا يلا. مشاهدينا الكرام تتواصل انطلاقاتنا وينتهي في شاطئ خامسة للميدان الفريق من المسافة الألف والخمس ثانية متر أتقدم مع مقدمة الشرطة ومع المركز الأول أتابع من ينطلق في هذه اللحظات. يتواجد الفريق محمد بن زهدان الأبوي مع مقدمة الدور بينما المركز الثاني فالساعد محمد بن سالم أبو ديا مع المركز الثاني المركز الثالث. في هذه اللحظات من يصل يتقدم عزام محمد بن خلف الأبوي مع المركز الثالث بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام يتقدم سلود عطا الله بن نافع الأبوي مع المركز الرابع بينما المركز الخامس في هذه اللحظات الحكم أقنع موسى بن سالم الأخوة يقيلوك نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول فالساعد محمد بن سالم أبو دية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. لكن من وصل في هذه اللحظات مسيرة لكتبنا الشيخ أسعود بن حرب الأقوي مع المركز الثاني المركز الثالث أسيب بن محمد بن دعسان الأقوي. لكن أعود مع فتاع مع فتاع مع فتاع محمد بن سالم أبو دية مع مقدمة الدور مسيرة قادم أبناء الشيخ أسعود بن حرب الأقوي مع المركز الثاني. لكن غادر غادر في الساعة انطلق في الساعة محمد بن سالم أبو دية مع الميتين متر الأخيرة مع اللحظات الأخيرة محمد بن سالم أبو دية يحسب هذا الشوط من صالحه فالساعة مع اللحظات الأخيرة فالساعة فالساعة مع الناموس محمد بن سالم أبو دية في هذه اللحظات لحظة وصول فالساعة لسيد محمد بن سالم أبو دية بينما المركز الثاني امسير لابن الشيخ سعود بن حرب المركز الثالث الديبة لسيد محمد بن حسان الأقوي المركز الرابع حسن فلاح حسن بن فلاح الأقوي المركز الخامس الحيلاوي للتخطي والتحكيم التوقيت الزمني 2:11:82 جزء أنا من الثانية الثانية ونمو Gracias.